بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الآية. يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن تحصنت بكتاب الله جل وعلا، قرأت آيات من كتاب الله، فإنها تكون سترا لك من الكفار، لا يرونك ولا يتسلطون عليك. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يفسر هذه الآية حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد الحرام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جاءت العوراء امرأة أبي لهب ولها والوله، ولها وهي تهدد وتتوعد، معها فهر أي حجر كبير، فقالت مقولتها المشهورة الآثمة: مذمما أبينا وبينه قلينا وأمره عصينا،
تقول هذه الشعر هذه الرجز ترجز بها وتسأل، ترى أبا بكر أمامها تقول أين صاحبك؟ قال وما تريدين منه؟ قالت إنه هجاني وإني أريد أن أضربه بهذا الحجر. فقال والله ورب هذه الكعبة ما هجاك. فذهبت ولها والولة وهي تقول أنت صدوق يا أبا بكر، لكن قد علمت قريش أنني ابنة أسيدها حرب، يعني مهما هجاني محمد فلا يهمني. وقد قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبلت هذه الشقية، قال يا رسول الله لو تواريت عنها فإني أخشى أن تسمعك كلاما يؤذيك. فقال إنها لن تراني لن تراني. رأت أبا بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قائلا إنه كان بيني وبينها ملك يسرني منها. ما رأت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تسأل عنه وجاءت لتضربه بهذا الحجر، فهر كبير حجر كبير. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقيل في تفسير الآية إن أبا جهل وأبا سفيان وغيرهما كان يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا قراءته، فكانوا يمرون عليه وهو يقرأ ولا يسمعونه ولا يرونه. وذلك قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا مستورا لا يرى، حجابا مستورا يعني ساترا. قال صلى الله عليه وسلم ما زال ملك بيني وبينها يسترني منها حتى ذهبت. قال كعب في هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر من المشركين بثلاث آيات. الآية الأولى التي في سورة الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذه الآية والآية التي في النحل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم الآية، والآية التي في الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الآية فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأهن يستتر من المشركين.
قال كعب رضي الله عنه: فهددت بهن رجلا من أهل الشام فأتى أرض الروم فأقام بها زمانا ثم خرج هاربا، فخرجوا في طلبه فقرأ بهن فصاروا يكونون معه على الطريق ولا يبصرونه. قال: وهذا الذي يرونه عن كعب حددت به رجلا من أهل الري فأسر بالديلم فمكث فيهم زمانا ثم خرج هاربا، فخرجوا في طلبه فقرأ بهن حتى جعل ثيابهم لتمس ثيابه وما يبصرونه. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: إنه حصل علي مثل ذلك. قلت: ويزاد إلى هذه الآية أول سورة ياسين إلى قوله: فهم لا يبصرون. فإن في السيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقام علي في فراشه قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، وأخذ الله عز وجل على أبصارهم فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من سورة ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين إلى صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني حتى فرغ من هذه الآيات ولم ينظروا ولم يبقى منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا من ثم انصرف إلى حيث أراد. يقول: وقد اتفق لي في بلادنا الأندلس بحصن مثورة من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية منه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض. يقول: ما في شيء يسترني عنهم، فأخذت وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، فعبر علي ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر: هذا دبيلة، يعنون شيطان، واختفى عنه هذا الشيطان. هم مروا عليه بس ما شافوه، ستره الله جل وعلا عنه. هذا يحدث عن نفسه رحمه الله الإمام القرطبي. وقيل: الحجاب المستور، الحجاب الذي يجعل الله جل وعلا بين المؤمن وبين أعدائه، لا يراه المؤمن ولا يرونه، وإنما يمنع رؤيتهم إياه. وقيل في معنى الآية قول آخر: أنهم يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل في أعينهم وآذانهم سدا بحيث لا يفهمون ما يقرأ ولا يستفيدون منه، لا يسمعونه سماع تفهم ولا تعقل ولا يستفيدون منه. وقوله مسورا فيه قولان:
أحدهما أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه، والثاني أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه ويكون مستورا بمعنى ساتر. وقوله جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، جعل الله جل وعلا في قلوب المشركين غطاء، الأكنة الأغطية، غطاء بحيث لا يسمعون ولا يستفيدون من هذا، يسمعون لكن لا يستفيدون، لا يسمعون سماع تعقل وتفهم، وإنما يسمعون الصوت فقط. وفي آذانهم وقراء، ثقل في آذانهم، ثقل سمع لا يسمعون فيه سماع تعقل وتفهم، يسمعون الصوت لكن لا يدرون ماذا يقول. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال بعض السلف لا تجد شيئا أطرد للشيطان من أنك إذا قرأت القرآن قلت بسم الله الرحمن الرحيم، أو قلت سبحان الله والحمد لله وهكذا، فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. فقال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله ليس شيء أطرد للشيطان من قلبي من القلب من قول لا إله إلا الله. ثم تلا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال علي بن الحسين هو قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولوا على أدبارهم نفورا يعني بذلك المشركين، وقيل الشيطان. ونفورا جمع نافر أي نفورا نافرين عن السماع. فعلينا أيها الإخوة أن نتأمل هذه الآيات الكريمة ونطبقها إذا حجبنا أمر ونحتاج إليها دائما وأبدا. فإذا أحس المسلم عند قراءته بوسوسة الشيطان عليه أن يقول لا إله إلا الله فإنها تطرد الشيطان، وإن قال بسم الله فحسن، وإن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وهكذا. فالشيطان يخنس ويذهب ويضمحل ويضعف عند ذكر الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم كما قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. أكنة أغطية يعني غطاء على قلوبنا، غطاء ما نسمع ما تقول. نعم. أي مانع
حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء، وقوله حجابا مستورا بمعنى ساتر، وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي أبي لهب، لأنها ترى أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عنها وامرأته حمالة الحطب، ولهذا أقسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالله بأنه لم يهجها عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف الشعر ولا يقوله أبدا، فصدقت أبا بكر وذهبت. وقد صدق أبو بكر رضي الله عنه، فالرسول لم يهجها وإنما سبها الله جل وعلا بهذه الآية. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما أسماء أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنها زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنها، وهي أكبر من عائشة بعشر سنين رضي الله عنهما، قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا وديننا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جانبه وأبو بكر إلى جنبه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك، فقال: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به منها، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها. وقوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، وهي جمع كنان، الذي يغشى القلب أن يفقهوه، أي لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا، وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفهم ويهتدون به. وقوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت: لا إله إلا الله، ولوا، أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الآية. قال قتادة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم فضاقها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وبعليها فأبى الله إلا أن يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل،
ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها، والله أعلم. يقول قتادة رحمه الله: هذه الكلمة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا يعرفها وينزلها قدرها إلا الناس بهذه الجزيرة، جزيرة العرب، يقطعها المسافر في ليال قليلة ثم يمشي أياما طويلة في بلاد المشركين لا يعرفونها ولا يقدرونها قدرها. وقتادة رضي الله عنه ورحمه من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه، وهو ممن أخذ عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول السائل: ما حكم من فعل الزنا بحيوان، وهل عليه كفارة بعد توبته؟ وهل صحيح حتى بعد توبته يأتي هذا الحيوان يوم القيامة ويقتص منه؟ وهل يؤكل لحم هذا الحيوان بعد ذبحه؟ فعل الزنا واللواط والسرقة واللواط وغيره بالحيوانات محرم، يحرم ذلك، لكن ما يوجب حد الزنا، وإنما يحرم حراما عظيما يأثم به صاحبه. وإذا من الله على المرء بالتوبة فالتوبة تجب ما كان قبلها، حتى الشرك بالله إذا تاب المسلم منه تاب الله عليه. ولا يؤكل لحم هذه الحيوان الذي فعل به. يقول السائل: ما حكم نكاح الزاني والزانية؟ هل يجوز لهما أن يتناكحا بعد اقترافهما هذا الإثم؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إن الحرام لا يحرم الحلال، فالحلال الزواج والزنا حرام، فالحرام هذا لا يحرم الحلال، فيجوز أن ينكح الزاني الزانية إذا تابا إلى الله. وبعضهم لا يمنع من ذلك لكن يكرهه، يقول إنه لا يليق أن ينكحها لأنهما لا يزالان يذكران فعلتهما السيئة، فيصبح الرجل لا يثق بزوجته والزوجة لا تثق ولا تطمئن إلى زوجها، فلعل الأولى لهما أن لا يتفقا على الزواج. يقول السائل: ما معنى ناوأها وكلمة ولولة؟ ناوأها عاداها، يعني من عادى لا إله إلا الله فإنه مغلوب مهزوم بإذن الله. وأما الولولة فهي امرأة أبي لهب، تولول يعني تصوت وتتوعد وكذا، من كثر قولها محمدا عصينا ودينه قلينا وأقبره عصينا إلى آخر كلامها. يقول السائل: ما حكم معتمرة تقطع العبادة تقطع العادة الشهرية بتناولها الحبوب لكي لا تضيع العمرة والطواف أو لا تضيع العمرة والطواف؟ إذا طهرت المرأة صح لها أن تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد تمت عمرتها، سواء طهرت بمضي المدة أو طهرت باستعمال حبوب تمنع نزول الحيض، لأن المرأة تطهر من الحيض إذا رأت القصة البيضاء أو النشوفة، إذا نشف فرجها ويبس من الحيض
فقد انقطع حيضها، فلها أن تصلي وأن تصوم وتؤدي العمرة حينئذ ولو كانت في أيام العادة الشهرية. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يكتب وصيته قبل موته خوفا من اختلاف أبنائه؟ الوصية تكتب قبل الموت، وأما بعد الموت فلا وصية حينئذ. ويجوز للرجل أن يوصي أبناءه بما يريد، ثم إن كان شيء واجب عليهم وجب عليهم أن يفوا به، وإن كان في توزيع التركة فلا يلزمهم ذلك، لأن الله جل وعلا تولى قسمة الميراث بنفسه، فلا يجوز للمرء أن يقول للبنت فلانة كذا وكذا وللبنت فلانة كذا وكذا وللابن فلان كذا وكذا، لا يجوز له ذلك، لأنهم يشتركون في كل ما ترك مورثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن أطاعوه فيما يوصي به فلا بأس عليهم، وإن رفضوا فلهم الحق، لأن الله جل وعلا جعل الميراث لهم كلهم، وكل واحد يشترك مع الآخر فيما خلف أبوه، فثياب الأب ولباسه وطعامه وشرابه الذي في البيت يشترك فيه عموم الورثة ما لم يتنازل أحد عن أحد. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ لا بأس في تكرارها بشرط أن يقدم إلى مكة، كان يأتي إلى مكة من بلده في العشر الأول من رمضان ثم يعود إلى بلده ويقدم في العشر الأوسط ثم يعود إلى بلده ويقدم في العشر الأخيرة من رمضان، لا بأس عليه في هذا، لكنه ما يحسن به أن يؤدي العمرة ثم يرجع من نفس مكانه من مكة إلى خارج مكة ليعتمر عمرة أخرى، فكونه يعتمر عمرتين أو ثلاث في سفرة واحدة هذا خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كنت موجودا مع عائلة أوروبية فأجبروني على الأكل، فأكلت يوما واحدا في شهر رمضان مع العلم أني كنت غير مدركا تماما للشرع. يحرم على المسلم أن يأكل في شهر رمضان وهو صائم، فإن فعل فعليه بالمبادرة بالتوبة، والتوبة تجب ما قبلها ويقضي ذلك اليوم. يقول السائل: ما حكم استئجار من يحج عن والدي المتوفيين؟ لا بأس بذلك، إذا كلفته بالحج عن أبيك أو عن أمك وأعطيته النفقة فلا بأس بذلك، والحج والعمرة تكون عن واحد، الحج يكون عن واحد والعمرة تكون عن واحد، ولا يجوز أن تجمع الوالدين بحجة واحدة أو بعمرة واحدة. يقول السائل: شخص استلف مني مبلغا من المال وهو وظرفه صعب،
وحان وقت زكاة أموالي، فهل المبلغ الذي عنده أعتبره من الزكاة؟ فهذا الشخص من أهل الزكاة. لا يجوز أن تعتبر الدين الذي على المفلس أو الفقير من الزكاة، وإنما يجوز أن تعطيه مبلغا من الزكاة، فإذا رده عليك سدادا لدينك فلا بأس، وإن أنفقه على نفسه فلا بأس عليه، لكن لا يجوز لك أن تسقط الدين عن المفلس أو الفقير وتعتبره من الزكاة، لأنك لا تدري هذا المبلغ سيأتيك أو لا يأتيك. يقول السائل: متى يكبر الإمام عند الرفع من السجود ويجلس للاستراحة؟ جلسة الاستراحة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء منع من ذلك وقال إنها ليست ثابتة، وبعضهم أجاز ذلك، وبعضهم علقها بالحاجة إليها فقال إن كان الإمام كبيرا أو ثقيلا أو مريضا ويحتاج إلى هذه الجلسة فله أن يجلس، وبعضهم قال لا يجلس أبدا، وإن جلس فيقرأ بعد التكبير، والتكبير عند النهوض، عند القيام وعند الحركة، التكبيرات الركوع والسجود والقيام والانتقال من ركن إلى ركن، كلها هذه يكبر عند القيام وعند الحركة، لا يجوز للإمام أن يؤخر التكبير حتى يستتم قائما، كما لا يجوز له أن يؤخر التكبير حتى يصل إلى الأرض ساجدا. وبالمناسبة جاء أحد العوام من الشيخ محمد السبيل رحمه الله فقال: يا شيخ، إني أرى أهل المسجد يسابقونك ويمشون قبلك ويركعون قبلك، لأنك تكبر عند البدء في الركوع وعند البدء في السجود قبل أن تصل، فالناس يسابقونك، لو أخرت تكبيراتك حتى تصل إلى الركن. قال: يا أخي، لو أخرتها حتى أصل إلى الركن بطل مفعولها، ما صارت تكبيرة، ما صحت. يجب على الإنسان أن يوقع القراءة والتكبير والحركة كلها في مكانها عند التكبير، فإذا قال الله أكبر للسجود يبدأ بالله أكبر عند السجود، يبدأ عند الحركة عندما يحرك جسمه، وإذا أراد أن يقولها عند الرفع فيقولها عند البدء في الرفع، وهكذا. يقول السائل: وما حكم من سعى عشرة أشواط في الصفا والمروة ناسيا لا بأس عليه، المعتبر له سبعة، والزيادة هذه يعفى عنه بها لأنه نسيان. يقول السائل: نحن في أوروبا، زوجتي لم تصم رمضان العام الماضي بسبب حملها حتى الآن، وولدت بالعملية وهي لا تستطيع الصيام، ماذا عليها وهي الآن مريضة؟ لا بأس عليها إن شاء الله، ولا إثم عليها لفطرها في رمضان الماضي لكونها حبلى وعند الوضع كذلك وبعده في الرضاعة وهكذا، فعليها أن تقضي رمضان الماضي
بعد رمضان الحاضر إن شاء الله. وما دامت تستطيع القضاء فلا يجوز عنها الأطعام إلا إذا أيست من قدرتها على القضاء، فيجب عليها إطعام يوم عن كل يوم تصوم، طعام فقير مسكين عن كل يوم أفطرت. يقول السائل: المسافر الذي يريد أن يقصر الصلاة ولم يجد أو يجد جماعات في المسجد ولم يتبين له أن الإمام مقيم أو مسافر، فهل له أن يقصر الصلاة؟ المأموم إذا أتم بإمام يتم الصلاة فيجب عليه أن يتم وإن كان مسافر، والمأموم إذا أتم بإمام مسافر وهو لا يدري عنه حال دخوله في الصلاة فله أن يقصر معه إذا قصر الإمام. على المأموم أن يتابع إمامه في القصر، أما إذا أتم الإمام فيجب على المأموم أن يتم مثله، ولا يجوز للمأموم أن يقصر وإمامه متم. يقول السائل: هل يجوز للوالدين أن يتفقا على التوقف عن الإنجاب بحجة أن قوما بتربية الأولاد أحسن تربية، أن يقوموا بتربية الأولاد أحسن تربية؟ لا يجوز للوالدين أن يقطعا الإنجاب، لكن يجوز لهما أن يتوقفا فترة، سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، لا بأس توقف، لكن كونهم يقطعون الإنجاب لا يجوز، لأنه قد يموت من الأولاد من كان موجودا فيبقون لا ولد لهم، فلا يجوز لهم أن يقطعوا الإنجاب، وإنما عليهم أن يتوقفوا إذا رأوا المصلحة في التوقف لضعف المرأة أو مرضها أو انشغالها بتربية أولادها ونحو ذلك. يقول السائل: زوجتي لها دين من رمضان ولم تقضي هذا الدين، يعني أفطرت ولم تقضي، وحال عليها حولين، فماذا عليها؟ وهل عليها القضاء أو الفدية؟ إذا كان التأخير بعذر فليس عليها إلا القضاء، وأما إذا كان التأخير بغير عذر كالتكاسل والتساهل ونحو ذلك فيجب عليها مع القضاء الفدية، تفدي عن كل يوم أخرته إلى ما بعد رمضان الآخر إطعام مسكين كيلو ونصف من قوت البلد. يقول السائل: كثير من الناس في مكة يهجرون مساجدهم في رمضان ويصلون في الحرم، هل الصلاة في الحرم من واجبات الصلاة؟ لا يا أخي، ما ليست من واجبات، لكنها فضيلة. الصلاة في الحرم أفضل من غيره، كلما قرب من الكعبة فهو أفضل، وخاصة في هذا المسجد فالصلاة فيه أفضل من غيره لكونه أقدم في العبادة، فالتأخر والصلاة في أي مسجد مساجد مكة مضاعفة إن شاء الله، ولا بأس بذلك ولا يلام عليها المرء، لكنه إذا صلى في المسجد الحرام
فذلك أفضل. يقول السائل: لماذا انطلق أو لماذا أطلق اسم العوراء على أم جميل زوجة أبي لهب؟ لأنها معيار هذا تستحقه وتستحق أخبث منه. يقول السائل: هل يجوز لمن يعتمر عمرته الأولى أن يعتمر عن أحد آخر في نفس السفر؟ إذا وصل مكة فلا يسوغ له أن يعدد العمرة من مكة، وإنما إذا وصل مكة وعاد إلى بلده أو إلى المدينة أو إلى أي مدينة أخرى ثم عاد إلى مكة فله ذلك، فالعمرة المشروعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم هي العمرة التي يتوجه بها المسلم من بلده إلى مكة، وأما ما دام في مكة فلا يحسن أن يكرر العمرة. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته معه هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.